gifted and safi. Ramadan Mubarak, Goli Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم. شهر لذيذ فيها ينزل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا توعنا وانا وناسنا خير تغالقا مركز تقد علي سهل كتشوكتان هركات نقدر دول سوى تشنال كينا هلا برعو البلاي هديات كو عصبتها يدعوزة اي تهمركي كوغورسي سبسكرايب لايك شير كومنت اتبع دينا لو داك وكم مع صداع سيدوك لا قدر كده غضاها النفير سريسو يصدع ده وقت يقعد نوقوه ارتبع وهجاج اير معناها واحد سيدوك لا يديقم هاد علينا يا سبسكرايب تا رنتي قاد بيو صوبة دانسا وقتي دي قد بيسي وين ديقم هاد علينا كون يكاو تشاربا اصحاب تيقو صوب ارتمي هاد سن دين انتي هوري لا تشوكتنا وما هاد سنتي واحلى رقف كان بلانا كون هاد علينا إلى هنا وما هذا عليه. مركا إذا كنا مأسسين ما هذا كونا إلى هذا سكلا ومعناها النكولوسي. anyway سكستوي هالطبع برنامج كان عاوي نوضة محيي هاي هوش كان عاوي نوضة معناه هو هول آد ومرقب بدن تيرانية بدن. وحنو أركض شرني معناها نن أرمها النوع عنا دي وضع كلا بدن الرجع يسمين شري. مركا عين بكنا واحد النقطي إن وقتي دي جدا بيسي أيتو مركو آد الصمينة يعني. وحوي وحن أركض شرني. نين قبردي سدلا نين قبردي سان أما أتش حد عافيو أما تشوف هلا دعاء على شرط دمر كود الدلا بس أحد بي ويا رايد أو سنة كبر مر بالعرق تشري أو واحد قليلة أي أحد قبر نين كيد الدشة مركا مالن هرو عن كهل لني قبر نين كيد الدشي حتى الآن حتى الآن أنا واحد مودا إن أنا وحب أكل الدحينين مالن تنو كهل لني يمعطى ويل كالبرتا كأركتان أما هكنا دقت شدان وويل أدو داير معناها وويل هنتي قربة شوقها دلكي سو هو يجي مي ويل كان سيدي وقربها وشوقي دلكي سو جم معناه أيو يجي مي وحنا ويجي مي دلكي سا سكستيها طبعا وحو جورسدينا ودلكي سو هو يك جورسدي أنا تاسو حيس قبل سجال بلوت كدي بنتي معناها ويك هنا أصلي هنا صور طوال لبرنوع لبرد نوع هنا سويين بنهرت الدنيا معناها هنا برتها يديكو شرحها إن جل لبرد هنا ص لبرد نوع إنه هل نوع من وضع نقانا هنا صوى لبعض النوع اللي بنوع مدوح حوية وهنا صانو أنا قانين تضبط لنا أي قانين أو حوية هنا س كبردو أي نكية ده مركب كهنا استو عدة أي نكية ده وقشة كده إني ويري شرتي حنا كي قال قاسية معناه هبلايو قبردي سوى هنا استو قبردي هبلاي كهنا استو وقشة كده يو قبردي بريان بيسيستيل سنسن مغلط شري ده يا كده لكن س ما قال قولي جي هبلايو وين هنا استو دنيكية بآخرة ودرت sidoo kale maan maqli jirin de hebel uu hinaasayo ninkii suubisa gabadhii suubisaguna dilaydeen maan maqli jiriday de ninku isna ma ku hinaaso oo kale cid uu ka hinaasay uu tagi jiray uu xoran jiray maxaa gurigiisa laga siya maxaa gurigiisa kasoo doonaysa dadna hebel gurigiisa lama tagi jirin wax loon jiray hebel waas hinaasi hebel boo ka qabsaday gurigiisa lama tago laakiin maan maqal waligaa allahay hebel waa hinaasi oo gabadhii suub dilay تهي تاسينا سينما ما هو والدي والدي كله ويجدي معناه ده والدي لابد يكون يلا تكي إلا لابد يكون يسقارة تومك إلى ستي تومك سعودي أما كده ده والدي كده بعدين ده أنا إنك استانو بحنا لكن سد هناسة تاسو كلكم شيء كرا مركا قريبة هنو عنو كلام هناسي هو قريب والدي ذا كم ده إن قفك يرادون وان هناسي ده نو تعال كيس يدلو أما قفك إن لش وداعي يدلو gabadhani ninkeeda oo guriga hurda ay guriga ugu soo gashay markay ay guriga ugu soo gashay oo isagoo jiifada uu hurday ay baasiin ku shubtay macnaha baadrool ay ku shubtay kadibna gaas bay waxay qabatsiisay kabriid gabigiisiba diirkiisi iyo jirkiisiba way shiilmay oo isla karkaray waxa uu dhaqtarka yaalay muddo oo lagu baananayay muddo kadib wax la baanto oo la runtii wiilkii xaaladisa la tacaalo tiisiba noqotay waan u geeriyooday samiriyay ma bayn leenahay allahow naxariisto sawirka bartan ka arkaysan sidoo fiican ugu jeedaan waa markii waarooska ha iyo markii dambe ay xaaladda halista ah ku jiray ay u dhaqtar ka yaalay imikana tiisi ay noqotay allahow naxariisto hadaba gabadha 9 bilood bay isqabaysan horadii ugu sheegay waan xaamilo marka aniga waxa ila tahay ama anigu aan saa jiclaysan laha maadaaba ay gabadhaasi xaamila ay tahay oo waliba ninka ay dishay ubadkiisi ama curadkiisi caloosha ay ku sido macnaha ninkaas allah uu naxariisto marxuumka ninkaas hadii maanta wax laga ratashan la wuxuu oran lahaa la iska daayo macnaha wasaanigu aan qabo yaan la dilin boora laha dadka badankood aniga shakhsi ahaan saan anigu jecelaysan laha waxay ahaan lahayd in la iska caafiyo maadaaba ay runtii ninka marxuumka allah uu naxariiste ay cunug caloosha ugu hayso
المهير عنوجا أما المهير الدران دونانا هديو أبيه واي سي آنو رنتي هو يدينا آنو واي معناها ما كبرتوا لو ينادو حوران كرا أباهي مي هو يدا بعد شيء هو يدنا هو يدنا أباها بلودي ما حد سكر عسيم بوران كرا موقتي صوبتا تي هو يدينا مرتين عو على الحمو كقاضية تلكي سي أما إدويك أما ذيك دينا على الحمو أي قاضية ما حد هو يدي ودشين هدان أباهي واي هو يدي نم حد ودشين مركا تلك هسي سي أنا على الحمو قاضين يجون على الحمو أنو المهيرة دارن دارن على الحمو وقو قاضين قبل ده هيسكت دايان معناها على الحمو دويل كاستو قاضية هكو إيكات إنه هو يدي وأركيم أبي أي دشيو balse wiilka yar ee dhalan doona ama inaan tahay yar dhalan doontahay yaanay laba dhinacba ka gubanin dhinacna aabaheed oo hooyadeedu aanaynayso dhinacna hooyadeed oo reerkoodii ay dileen marka in la iska cafiyo ayaan jeclaan lahaa ee arrimaha noocan oo kale ah ragay ku badnaayeen balse imi ku xad mooda in ay dumarkiina ay runtii aad ugu soo badanayso ay dumarkiina imi ka sameeynaayaan ee anyway si kastoo haatoo waa arin aad iyo aad u foolxun waa marxalad runtii aad u adag oo runtii in lagu dhaqaaqay aad u adag tahay and de waxa filaya macnaha rag iyo dumar kibeem ka midna aamin malaha awl hore ragan aamin lahayn ba loorin jeey balse imkan waxa ka laga soo yara dareemaya in dumar kiina ayaguna ay bilaabeen hawshooda en qof in la dilo nafta la dhaafiyana aad bay waad tahay labada qof hadii ay isfahmi waayaan wax ka dhaxaya waa saddex iyo hal iyo laba macnaha inay isfuraan oo ay kala tagaan en waxyaabaha ee furniinka loo baneeyay waxyaabaha ilaahay ugu naciibiyay haddana ilaahay xalaaleeyay macnaha cirka iyo dhulka ayaa gariiralka uu furniinka dhaco ilaahayna uu ka dhawaada marka waa sababta markay dadku is furayaan aan dad badan uga soo qayb gelin marka la iskuursanayo dad badan ay uga soo qayb galaan anyway hadii aad isfahmi waydeen marxalada adag u diyaar garoobay macnaheedu inaad kala tagtaan u diyaar garoobay hadii aad disho de ilaahay hordiisana aakhira wajiga kuma yeelanaysid de ummadina wajiga kuma hor yeelanaysid ubadkaaga awlaadoodiina de ama awlaadadina wajiga kuma hor yeelanaysid oo waxa tahay ama kii hooyadii dilay de ama waxa tahay kii aabihii dilay marka waxaad moodaa in ay soo badanayaan ubad badan oo imika aabahoodii hooyadooda sababsadeen oo macnaha de ay tiisi ay u noqotay in gabadhiisu ay disho ama ay teedu u noqotay in ninkeedu dilo marka aan way waxyaabaha noocaas oo kala badanana way adag tahay oo go'aanada laga qaato macnaha ninka waa la dilay waxa filaya badanaa ninka oo ninka gabadhiisi dilay de fadhi uma yeelo waa la raacinaya oo markasta wax mudnaanta leh aabihi hooyada noqoto hooyada oo ifkiina hooyada ayaa mudnaanta leh oo ilaahay baa siiyay oo hooyada saddex jeer bay mudan tahay aabuhu hal mar ka mudan yahay anyway si kastoo ay haataba haddana cunugu ama inantu ama inaku ama qof kasta kama maarmayo aabihi iyo hooyadii inkastoo hooyadu aad u qaalatay oo hooyadu ay tahay naxariis runtii aad loogu baahan yahay si kastoo haataba oo marxalada aad u adag ee wiilkan waxna inay samiriyay iimaan waxyaaba noocaas oo kale waxa u baahan yahay in la iska wacyi geliyo oo halkay ka dhacaan ay ku badan yihiin laga wacyi geliyo halka ay ku dhacdayna aan la oranin waa markii ugu horeysay arinta noocan ay ka dhacday aan la oranin la hawl yaraysan oo markiiba laga wacyi geliyo arimaha noocaas oo kale aad iyo aad baa maashada asxaabta qaaliga meel kasto ka tacaliisad ka joogta walaalkeen hala baraa wiil filooyd ilaah rabadaan kariim gifted and safi Ramadan Mubarak Koli Records Ramadan Mubarak لكل مسلم شهر لذيذ فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims of the Quran Gifted and Safi Ramadan Mubarak Koli Records Ramadan Mubarak لكل مسلم شهر لذيذ فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims of the Quran Gifted and Safi Ramadan Mubarak Koli Records Ramadan Mubarak لكل مسلم شهر لذيذ فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims of the Quran
gifted and safi Ramadan Mubarak Koli Records Ramadan Mubarak Happy Ramadan.